بدأوا، احنا انتوا قعدنا مع بدأوا الاول الجماهير، مع اقطاب الجماهير والكلام ده. احنا قعدنا مع الجماهير، لكن زي ما قلت يعني احنا 19 نادي، احنا 19 نادي، صح النادي الاهلي هو اكبر الانديه كمان، لكن هو فرد من من المنظومه، فنقعد كلنا على ترابيزه واحده اتحاد الكوره وكل نادي بالمندوب بتاعه او الممثل ليه، اذا دي دعوه من النادي الاهلي من الكابتن سيد حفيظ بصفتك مدير الكوره بالنادي الاهلي، دعوه الى كل الانديه. انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه، تمثل وجهه نظري. معلش، ما هو وجهه نظر شخصيه تحترم، ان انت بتدعو كل الانديه يقعدوا على ترابيزه واحده ويقرروا هيعملوا ايه ويتصدوا لهذه الظاهره ازاي. اخدك لموضوع تاني يا كابتن سيد، وهو طبعا قرينا في الصحف والجرايد ان النادي الاهلي تقدم باحتجاج ضد الحكم محمد فاروق انه ما يحاكمش تاني، صحه هذا الكلام؟ والله يعني كابتن محمد فاروق احنا بنحترمه ونقدره، لكن دي ثالث مباراه على التوالي حاكمها لنا كابتن محمد فاروق، وفيها لو انت عندك الماتيريال تساعدنا فيها قوي يا كابتن طارق. يعني مباراه ام بي 3-1 يمكن من سنتين كانت النتيجه 3-1 وفاضل حوالي 14 15 دقيقه وكان في بينالتي، يعني ما اعتقدش ان في حد في الدنيا ينساها. على فكره دي كانت في الـ في الـ في, الـ في السنه اللي حصلت فيها مباراه فاصله مع نادي الاسماعيلي، كان في بينالتي ما فيش اوضح من كده ابدا، وكابتن محمد فاروق كان على بعد 7 خطوات او 8 خطوات من اللعبه، كان بينالتي ما بين محمد بركات وعبد الله ركن. هل تقدم الاهلي بطلب رسمي؟ لا، انا بقول ان احنا كجهاز احنا لسه كان بشكل رسمي، انا بقول لك بس على التفاصيل اللي تخلينا نقول كده ليه؟ المباراه الثانيه كانت مباراه ام بي في كاس مصر، وخرجنا بسبب برضه بينالتي لفابيو جونيور، يعني واضح جدا. الاخيره بتاعت احمد شديد بنوي ما اعتقدش ان في حد يختلف عليها من جوه ابدا. فمش عارف يعني هل لما انت بتبقى متقدم فرق هدفين ولا حاجه ده في القانون ان انت تحرمك من ضربات جزاء، فاعتقد ان كانت 3 حالات ورا بعض اعتقد ان كان لازم يبقى في وقفه. ماشي، يعني لازم في وقفه، يبقى اذا النادي الاهلي تقدم بطلب رسمي ان يعني محمد فاروق ما يحكمش. لا رسمي، لا لكن انا بتكلمك ان ودي، يعني ودي كده ولا ايه؟ لا انا بقول لك احنا كجهاز يعني شايفين ان 3 حالات ورا بعض ما فيش اوضح من كده. وانت بتتكلم في ان هو في الاخر كابتن طارق، يعني في الاخر انت بتتكلم على الاخطاء ديت ممكن تتسبب ان نقطه واحده تخليك بطل الدوري او نقطه واحده تخليك. اكيد طبعا يا كابتن سيد، والاخطاء وارده، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نتلافى عمليه الاخطاء التحكيميه في المستقبل. برضو انتهز فرصه وجودك معايا كابتن سيد على الهاتف، وطبعا قيل ان الشركه الرائعه النادي الاهلي تقدمت بطلب عرض تنظيم مباراه مع برشلونه او مانشستر يونايتد مع النادي الاهلي. لحد دلوقتي على المستوى الجهاز الكره مانشستر سيتي ما جاليش الجهاز ان طلب على مستوى جهاز الكره، ممكن يبقى اداره النادي يعني. اداره النادي. طب اخر حاجه كابتن سيد مصير، وقرينا برضو بالصحف ان بعض اللعيبه طلبوا من نادي الاتحاد السكندري زي اينو وشهاب وعبد محمد عبد الفتاح تاحة، صحة هذا الكلام وموقف الجهاز الفني من النادي الاهلي في القضيه دي؟ يعني نادي الاتحاد تقدم بطلب رسمي لاستعاره اينو ومحمد عبد الفتاح، لكن احنا ما عدناش مع النادي الفني لحد دلوقتي، وانا ما عدتش مع مستمر لحد دلوقتي، مباراه مهمه مباراه الاتحاد طبعا، لكن هنشوف راي الجهاز الفني ايه ومدى احتياجه للعيبه، وبالتالي هنبلغ بعد كده لجنه الكوره يعني. ظاهره مصر مش عايزه حد. اتفضل كابتن. مصر المكسر مش عايزه حد. لا، ما انا بقول لك يعني ظاهره الاعاره بالنسبه للنادي الاهلي، ما شاء الله انت عارف كام لعيب اعاره النادي الاهلي بره النادي الاهلي، اكيد انت عارف العدد يعني، ما شاء الله النهارده لو تمت صفقه اينو وشهاب ومحمد عبد الفتاح هيصل العدد الى تيم كوره، يعني فرق كوره كامله خرجت من النادي الاهلي. هل الكلام ده يعني برضو في نوع من الاجحاف شويه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، خاصه ان انت بتتكلم في 2 لعيبه ناشئين، محمد عبد الفتاح وشهاب. انا بتكلم على اينو ومحمد عبد الفتاح. شهاب لا لا شهاب ما فيش حاجه رسميه لحد دلوقتي جت. تمام، لكن خليني اقول لك يعني الفكر، انت عارف ان كره القدم دلوقتي بقت صناعه وبقت بيزنس يا كابتن. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لكن محتاجه مصاريف، فيها جزء لو فيها جزء فني عالي جدا. بالظبط، انا قطاع الناشئين على مستوى عالي، في لعيبه على مستوى عالي جدا، وممكن وانت مدير فني فاهم الكلام ده كويس قوي يا كابتن طارق، ممكن المرحله اللي انا فيها ديت يعني اللاعب الفلاني رغم امكانياته عاليه مش شفت على المرحله دي، ممكن اشاركه السنه اللي جايه او اللي بعدها. ففكره الاعاره اللي متابعها النادي الاهلي اعتقد انها تتم استثمارها بشكل كبير، بدل ما بشوفه في قطاع الناشئين او في فرقه على مستوى قطاع الناشئين بشوفه في الدوري المنتخب. بالظبط، بيقدم عليا وبيعبد على مستوى عالي، وبعد كده بتقيم تقييم سليم، بعد سنه بيجي لي ثاني
اعتقد ان هو بيبقى خد من الخبره وخد من الاحتكاك وخد من التعاملات مع الفرق الكبيره واللعيبه الكبيره، ما يكفي ان هو يرجع يلعب ثاني في النادي الاهلي بشكل جديد. انتوا ما شاء الله شطار جدا في القصه دي يا كابتن سيد. طبعا يترأس هذا الموضوع المهندس عادل القيعي ووراه برضو ناس كبيره وناس ذكيه زي الكابتن سيد. طبعا في النهايه بنشكر حضرتك كابتن سيد كتير على مداخلتك، بس انا طلبت لعيبه من النادي الاهلي قبل كده وانت ما وافقتش على فكره، فاكر ولا مش فاكر؟ لا ما انت قلت لي، ما انت بتقول لي مقاصه مش عايز حد، انا طلبت قبل كده 2-3 لعيبه وانت عارف، وانا كلمتك قلت لي لا دول لا، وبعدين فوجئت انهم راحوا نادي تاني خالص. طب اقول لك على حاجه، قول لي حاتم المدير الفني المصري المقطع والسلام. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، بنشكرك على المداخله القيمه. اكيد طبعا هنروح للخبر الثاني.